نحن مراكز مكاني حابين نشارك معكم ألعاب تعليمية بتقدروا تطبقوها بالمنزل مع الأطفال. الأب أو الأم بيقدروا يطبقوا هاي اللعبة مع أطفالهم. اللعبة بتناسب الأطفال من عمر 2 لـ3 سنوات وبتكون كتير مفيدة لهم. عندي هون مرآة آمنة، حوافها آمنين، تقدر الأم والطفل يمسكوها مع بعض. تمام، وعندي هون لعبة حلوة رح تعمل معي هاي اللعبة. تمام، ماما حبيبتي ماريا، شوفي شو جبت لك معي اليوم. مراي شطورة ماما. هاي مراي، مين بالمرآة فرجيني؟ ماما صح، ومين كمان؟ ماريا. هاي ماما وهاي ماريا، شطورة ماما. اضحكي ماما، فرجيني اسنانك البيض الحلوين. شطورة يا ماما، فرجيني شعراتك. حطي ايدك على شعراتك ماما، حطي ايدك على شعراتي. شطورة يا ماما. شوفي هون كمان شو جبت لك؟ مشط. مشط شو لونه ماما؟ اسود. شطورة ماما، مشط لونه اسود. شو رأيك تمسكي بايدك اليمين؟ امسكي ماما بايدك اليمين. مصتي شعراتك، مصتي شعراتي الماما. شطورة يا ماما. ماما تفرجت عالها بالمراي وضحكت وفشطت شعراتها وشعرات الماما. شطورة يا ماما. طيب، نقدر نستفيد من هاي اللعبة إنه الأطفال لما يطلعوا على المرأة بيكتشفوا ذاتهم. لما يمارسوا الابتسامة ويشوفوا قديش حلوين لما يضحكوا ويمسوا شعراتهم، رح يمارسوا هاي الأوضاع المريحة إلهم باستمرار. بتقدر تلعبي هاي اللعبة مع الطفل لما يستيقظ من النوم، لما يمسوا شعراته، لما تفرش أسنانها. بتقدر تمسكي معها المرأة. طبعا الطفل مو منيح أبدا إنه يمسك المرأة لحاله، ممكن تقع منه وتنكسر. بتمنى تكونوا تستفيدوا من هاي اللعبة وتطبقوها مع أطفالكم بالبيت وتشاركونا. شكرا كثير.